السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة في قناة أبو زين جيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة جايب لكم سيرفر وورك برضو، احنا مكملين في السيرفر شوية زي ما انتم شايفين كده. أنا هوريكم شوية حاجات في السيرفر ازاي تجيب سي بي اس، هقول لكم الأماكن اللي بيجيب سي بي اس طبعا بكترة زي ما انتم شايفين. هنبدأ بحاجة حاجة، أهم حاجة تعمل اشتراك القناة وتفعل الجرس وتستنى مني كل جديد على قناة أبو زين جيم. زي ما انتم شايفين كده، أول حاجة طبعا إيه البوينت أونلاين، زي ما انا شرحت في الفيديوهات اللي فاتت، هسيب كل حاجه في الوصف عن الفيديوهات. وده برضو ايفنت بيشتغل، ده بيديك بقى ايه في ال 50 حاجه بتجمعها كده، بيديك كام بقى؟ 40 مليون سي بي اس زي ما انتم شايفين كده. بيجمع كل حاجه، كل ليه وقت اللي بيقعد في السيرفر هيجي الساعه 23، ده يعني حوالي تقريبا الساعه 11 بالليل بيشتغل. ده برضو طبعا ايه ايفنتات شغاله وبيكات، وده برضو شغال برضو كبيهات، يعني بكات على طول برضو بتدي بقى ملايين. في ميزه بقى بتدي في الدونيشن، يعني بيدي ايه، بيدي مثلا 100 مليون في الدونيشن. طبعا في كذا حاجه هوريها لكم طبعا، غير يعني هوريك برضو طبعا مكان بيجي سي بي اس منه. هو السيرفر مليان سي بي اس، بس اللي يدور طبعا الكريزي تاكسي ده بتفضل تودي اذا اشخاص كده بتوديهم شمال ويمين طبعا في الاماكن اللي هو بيعلمك في الخريطه. ده برضو بيدي سي بي اس محترم، يعني بيدي سي بي اس محترم برضو طبعا ايه. في كذا حاجه برضو هوريها لكم في ده بقى. طبعا انت لو لمست الوحش اللي هو كبير هيديك سي بي اس برضو، هيديك 5 مليون سي بي اس. يعني انت لو حتى قتلت الوحش بس كده، يعني انت لو بعدت عن واحد قتلته بس ضربته ضربتين هيديك 5 مليون سي بي اس. اهو هنا برضو طبعا، هنا انا شرحت قبل كده، هسيب برضو الفيديو بتاعه بس انا بوري للناس ووريهم السيرفر برضو كامل. زي ما انتم شايفين كده بخش المكان ده اهو اهو. طبعا انت بتختار اي مكان هنا، طبعا انت بتقتل الوحوش دي تبدا تديك ايه حاجات زي كده طبعا، اللي هي طبعا اتاكات، بتديك ديفنس، بتديك ماجيك حسب ما تكون. وعلى فكره انا جمعت الصفه دي اللي هي جمعت التكات والحاجات دي سهله جدا، بدات اقفل حاجات كتيره جدا اهي. يعني انا من غير حتى ما الجي ام يساعدني، احنا بس بنوري الناس اهو زي ما انتم شايفين كده. سيرفر محترم وجامد جدا، وورك ده سيرفر مكمل وفي ميزات جميله جدا حتى تحب تلعب فيه. طبعا هنا بتدي سي بي اس، انا اوريكم هسيب الفيديو بتاعه في الاخر اللي هو ازاي تجيب السي بي اس من المكان ده، عشان المكان ده بتقعد تقاتل فيه بيجي لك عصايه كده بيطلع لك وحش يديك 500 سي بي اس، يعني الموضوع 500000 سي بي اس. يعني الموضوع برضو ايه، لو خدت هنا وعملت اكونت مثلا اهو اداني صندوق، بص ممكن انت ونصيبك يديك يبيكات، يديك انت ونصيبك. طبعا هنا الطرق مش لازم تيجي في النص هنا كده وتطلع من هنا، ما ينفعش تطلع عادي. اهو نطلع بقى، نطلع التاون زي ما انتم شايفين كده. السيرفر بسم الله ما شاء الله موجود، في ناس في كل مكان، وفي ناس موجوده في كل مكان بتضرب اهو. طبعا الناس هنا قاعده عشان تدي الدبل، طول ما انت قاعد بتاخد الدبل هنا من بوينت اونلاين، ده شرحته برده في فيديو هسيبه في الوصف كله اهو. زي ما انتم شايفين كده حتى انا بس بعرفكم الحاجات كلها موجوده، ارشيفات البوكت باور، وطبعا الرونات موجوده وكل حاجه، حتى اللبس الاضافي النجوم 20 مليون والكلام ده. بعد كده هتلاقي سهل الناس بدأت تقفل، يعني مش يعني تلاقي كله ماسك تاجات اهو عشان عادته من هنا. تجيب الاكونت هنا، يجيب لك البوينت اونلاين، تفضل قاعد اهو، كل حاجه موجوده. الارشيفات الناس دي قاعده مش بتبيع حاجه، قاعده بس كده تقعد كده وتعمل اي حاجه، اي سعر لاي منتج بس تقعد بيه كده، وهيديك الدبل على طول، دبل اونلاين. سيرفر، ان السيرفر بسم الله ما شاء الله، انا بشرح بس ايه، قلت اعرف الناس ايه اللي بيجيب السي بي اس في السيرفر. وباذن الله هيبقى في فيديوهات كتير عن السيرفر قريب، طبعا ايفنتات اللي شغال موجود. بص كل مكان فيه ايفنتات، وبص كل حاجه شغال، يعني ده كان شغال من شويه، بص كل حاجه قبلها وقتها كله شغال، سيرفر موجود فيه ناس على طول. يعني انت لو في ثانيه لو يجي الوحش الكبير تلاقي الناس كلها موجوده هناك بكثره. طبعا الناس بكتره ده حلو، سيرفر طول ما في ناس كتيره طبعا في حلو. حتى بص اللبس الجيرمانات بتاعته روعه، شكله جامد جدا الجيرمان ده.
يعني بص حتى القلب بتاعه. طبعا الناس هنا مقفله تجات وناس محترمه وتكاتها مش عالي قوي اوفر، بصوا مش مقفل الاخر عشان التقفيل الاخر ده صعب ان انت تقدر تلعب اهو. بصوا واجمل حاجه فيه اللي هو بيعمل لما بيجي يحصل بس وور مثلا بيجيب من السيرفر تانية، يعني من السيرفر التاني بيخش لك هنا، ودي حاجه روعه طبعا. وانتظرني في فيديو جديد على قناه ابو زين جيم في السيرفر ووريك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.